الحصول على 6500 مستفيد من منحة البطالة على منصب عمل. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتنا. فضلا وليس أمرا اشترك في القناة واضغط على زر الجرس، وهذا ليصلكم كل جديد. صرح المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل عبد القادر جابر أن 6500 بطال استفاد من منحة البطالة وتحصل على منصب عمل قار، كما كشف عبر نزوله ضيفا على برنامج تساؤلات تم توجيه له أكثر من 68,000 مستفيد من منحة البطالة نحو عروض عمل. وتابع المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل أن العملية مستمرة، بحيث كلما تتوفر الوكالة عروض عمل تتناسب مع تأهيل المهني سيكون هناك توجيه هذه الفئة نحو مناصب العمل المتوفرة. وبخصوص متابعة المستفيدين من منحة البطالة وكذا طالبي العمل، قال عبد القادر جابر أنه وفور إقرار رئيس الجمهورية هذه المنحة قامت وكالة التشغيل وفي ظرف قياسي بإنجاز منصة رقمية للتكفل بالمستفيدين، كما أن عملية التكفل بطالبي منحة البطالة أو العمل رقمية 100%.